بشأن مواضيع تأخر صرف الرواتب للموظفين، معنا عبر الهاتف من أربيل الناشط السياسي السيد فائز الشاووش. شيخ فائز، أهلا بك. بداية، تظاهرات بساحة التحرير وأخرى في ذي قار وثالثة في كردستان العراق، كيف ترى شعبية الحكومة في ظل كل تلك التظاهرات؟ يعني بكل تأكيد بعد 14 عام من الحكم من حكومات متعاقبة ومن هذا المشروع السياسي الذي سمى موافق إرادة الصهاينة والفرس، والشعب أصبح تسوده المجاعة والبطالة والإقصاء والتهميش، وبالتالي بكل تأكيد لن يبقى الشعب مكتوف الأيدي. ومما ظهرت هذه المظاهرات وسبقتها مظاهرات كثيرة في عام 2011 وفي عام 2012، وبهذا المساق تبقى المظاهرات مشتعلة، وأعتقد في المرحلة القادمة ستزيد أكثر. لكن المطلوب من أبناء الشعب العراقي هو الاعتكاف عن أي انتخابات في المرحلة القادمة، لأن التغيير يجب أن يعي الشعب العراقي بأن التغيير ليس بتغيير الرجوع، بل إنما بتغيير المشروع السياسي والدستور وجميع ما جاء به المحتل بعد 2003. طيب، المتظاهرون يطالبون بالإصلاح، وهذا هو شعار رئيس الحكومة وكذلك رئيس البرلمان في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة، ولكن هل يلمس الشارع العراقي أو المواطن العراقي ما يعلنه العبادي أو ما يعلنه غير العبادي من تصريحات خاصة بالإصلاح ومحاربة الفساد؟ يعني أولا محاربة الفساد لن يتمكن العبادي من تحقيق هذا الشيء، لأن العبادي جزء من حزب الدعوة، وحزب الدعوة هو الحاكم الآن للعراق خلال مدة 14 عام أو 12 عام، وبالتالي الفاسدين هم كبار مسؤولين في الدولة، وما يراه الشارع العراقي حتى العمارات وحتى البيوت وحتى الفلل التي استولت عليها الأحزاب الدينية في الكرادة وفي العامرية وفي الرشيد وفي السعدون وفي البتاوني وفي كل مناطق بغداد، هذه أصبحت العراق هو يعني سلعة للأحزاب ورؤساء الأحزاب، وبالتالي العبادي لن يتمكن في ظل سطوة الميليشيات، وفي ظل هو نفسه عضو في حزب الدعوة والمسؤول المباشر عليه أكبر فاسد وهو المالكي في خلال دورتين حكم العراق وسلب وسرق نصف ميزانية العراق. شيخ فائز، إذا ما قلت أكثر، شيخ فائز، التظاهرات في كردستان العراق منذ أشهر مختصط أو طبعا شعارها هي صرف الرواتب، تحولت الآن العملية إلى مطالبة الحكومة في بغداد بعملية دفع رواتب الموظفين، هل تعتقد أن هذه نقلة نوعية للضغط على الحكومة في بغداد؟ يعني بكل تأكيد عندما يحتفظ الشارع الكردي أو الشعب الكردي يجب أن يحتفظ ضد الحكومة ومطالبة حكومة بغداد بصرف رواتبهم، لأنهم جزء من العراق، وبالتالي إذا كانت الحكومة تسعى إلى بقاء كردستان كجزء من العراق عليها تنفيذ مطالب الكردستانيين. لكن الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لن تعمل بحقوق شركاء، ليس الكرد والعرب السنة، وسبق والهجر والمسيح من بغداد، وسبق والهجر والتركمان بغداد، والآن كل العمليات الاختطاف والقتل هي تقاد من قبل الحكومة عبر هذه الميليشيات الساعدة والمسيحة. الشيخ فائز الشاووش الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.